بالإضافة إلى العمل الميداني لفرق الأمن العمومي التي تسهر على تأمين السائقين ومستعملي الطريق عبر كل طرقات العاصمة من خلال الفرق العملية المتواجدة في الميدان أو من خلال نقاط المراقبة، هناك أيضا جانب تحسيسي تقوم به خلية الاتصال والعلاقات العامة من خلال التواصل مع المواطنين والسائقين ومستعملي الطريق على مستوى كل الفضاءات. وبالمناسبة اليوم هذه اللي نظمتها بلدية الجزائر الوسطى يوم بدون سيارة، تشارك خلية الاتصال والعلاقات العامة مع فرق الأمن العمومي من خلال تقديم شروحات لكل المواطنين ولمستعملي الطريق.